بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. احل علينا نعمته وبركته من الان الى الابد امين. حقيقه انجيل الراعي هو الانجيل الذي تقراه الكنيسه دائما في نياحه احد الاباء البطاركه. النهارده هو نياحه البابا ديوسكوروس الثاني. نقطه واحده بس اللي هتكلم عنها، خرافي تسمع صوتي فتتبعني ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب. إذن إحنا عندنا هنا كرايتيريا مهمة جدا، أن الخراف تسمع الصوت وإيه؟ وتتبعه. الله يدعو الكل، الصوت مفتوح للكل، الأحضان مفتوحة للكل، لكن هناك من يسمع الصوت ولا يتبع الراعي، وهناك من يتبع الراعي لأنه لا يعرف صوت الغريب. ودي من النقط الحلوة قوي كانت في حياة صموئيل. صموئيل سمع الصوت لكنه لم يستطع تحديد المصدر. أول ما سمع صموئيل طلع جري على مين؟ على عالي الكاهن. ها أنا ذا لأنك دعوتني. قال له لا يا حبيبي أنا ما دعيتكش ولا حاجة، روح نام. راح نام. سمع الصوت تاني. راح تاني لعالي الكاهن. قال له ها انا ذا لانك دعوتني. قال له لا ما دعيتكش، ارجع تاني. رجع في المره الثالثه عالي الكاهن فهم، قال له لو سمعت الصوت ده قول ايه؟ تكلم يا رب فان عبدك سامع. كل انسان فينا له اذنان للسمع، لكن اقول بكل امانه ليس كل انسان يتبع الصوت ويتبع الراعي. الله يدعو الكل، يدعو كل إنسان في كل مكان وفي كل وقت، لكن الاستجابة أقول لكم ضعيفة، أقول الاستجابة ما هياش قوية. هل من مشاكل العالم؟ هل من هموم العالم؟ الله يريد أن يرفع عنك مشاكل العالم وهموم العالم. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. لكن للأسف نحن لا نذهب إليه. للأسف نحن نسمع الصوت ولكننا لا نتبع الراعي. حتى في سفر الرؤيا يقولوا ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب هدخل. هناك الكثيرون يسمعون صوت الله ولكنهم لا يتبعون في هذا الزمان. ينشغلون بأمور كثيرة ويصبح الله بالنسبة لهم رفاهية. ممكن يوم الحد نفتكر نروح وممكن لا. الله يريد أن يكون معك كل يوم، حتى لو كان الفور وان واقف والعربيات كلها مرصصة، هو عايز يبقى موجود معاك في العربية، عايز يبقى موجود معاك في شغلك، في بيتك، في الجامعة. الله يريد أن يكون الشخص الموجود معاك الذي يريحك من كل أتعابك، لكن لازم أنت اللي تعمل إيه؟ أنت اللي تفتح الباب. نحن نسمع صوت الله في هذا الزمان، ولكن كثيرون لا يتبعون الراعي ويفضلون أن يتبعوا الغريب. كل إنسان فينا لما تسمع صوت ربنا قل له كده، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. هؤلاء هم الذين لهم أذن للسمع فليسمع. واللي بيجي فيكم ليلة سبت الفرح يسمع الجملة دي بتتقال كتير، 7 مرات في سفر الرؤيا، من له أذن للسمع فليسمع. نحتاج أن تكون لنا أذان للسمع، نحتاج أن نميز صوت الراعي ونتبعه، نحتاج أن تكون لنا علاقة مع الله 7 أيام في الأسبوع، مش بس يوم الحد. كل مرة وأنتم طيبين. لإلهنا الآب والابن والروح القدس كل المجد والكرامة.